مرحبا. اجتاحت عاصفة رملية الأردن وتسببت بمصرع 5 لاجئين سوريين وشلت حركة الملاحة جوية داخل وخارج المملكة الهاشمية بسبب الرياح القوية المحملة بالرمال الصحراوية، وأصيب عدد كبير من المواطنين الأردنيين بضيق التنفس بسبب الغبار ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج. وأدت العاصفة الرملية لتدني القدرة على الرؤية أو انعدامها ببعض الأوقات، وهالشيء أعاق حركة السير على الطرقات الصحراوية. وبنعود لطقسنا، طقس صيفي حار ورطب على السواحل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. الحراره مرتفعه، الرطوبه عاليه، البحر معتدل الموج وحراره بيه 28 درجه. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحراره وتكون ضباب على المرتفعات. وهلا بنبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل، عم بتسجل 27 درجه، وبالبقى عم بتسجل 15 على المرتفعات 25 و14 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة يلي رح تسجل لليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من زغرتا 31، عبيدات 31 درجة، الغبيري 31، ومن بعدها بننتقل للغازية 31، معركة 31 درجة، ميفا دون 28، عين عرب 30، شطورة 33، وأهدن 24، وزغرين 35 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 45 و 85%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح من 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية لجنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. إذا اليوم بتتراوح بين 25 و 31، وبكرة بين 25 و 31 درجة، ونهار الثالث بتتراوح بين 25 و 30 درجة، وعم يتحسن الطقس تدريجيا. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 27، الرياض 44، عمان 34 درجة، تونس 36، والجزائر 32 درجة، وأخيرا روما 35 درجة. وهذا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.